وانت بتختار شريك حياتك، هل بتختار اللي شبهك ولا اللي بيكملك؟ ده كان سؤالنا اللي سألناه حضراتكم في بداية الحلقة، وخلونا نستعرض مع بعض كده بعض من إجاباتكم وأفكاركم عن الموضوع ده ونناقش بعض فيه. أستاذ محمود زهران بيقول: صباح الخيرات على مصر وأهل مصر، بدور على نصي الحلو، حتة مني اللي بلاقي السكن وبيكملني، والمعنى هنا للزوج والزوجة، يعني حضرتك عايز اللي يكملك، اللي بيكمل، صح؟ صحيح، الزواج مودة ورحمة في النهاية. شكرا لك يا أستاذ محمود. الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيقول: صباح الخير عليكم، إنه يكون في جزء مني، بمعنى إن إحنا نكون متوافقين في عدد كبير من المواضيع علشان نقدر نعدي الحياة في هذه الأيام. تحياتي من محافظة قنا، بنحييك يا أستاذ محمد. أستاذ محمود، أنا مش عارفة هو مكاوي ولا مقاوي، ففي الحالة دي بدور على اللي شبهي واللي بيكون فكرها وعقلها بيشبه فكري وعقلي علشان يكون في بيننا ترابط وتفاهم في علاقتنا الزوجية ونقدر نكمل مع بعض المسيرة. أنا بتفق معك. توب فان لصفحتنا كحلاوي فتحي بيصبح علينا من محافظة أسيوط، أهلا بيك يا أستاذ كحلاوي. بيقول: لازم عند الاختيار رقم واحد يبقى الأخلاق والتضحية والتعاون من أجل إخراج جيل نافع للمجتمع والوطن. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن يكون أساس الاختيار هو الدين، لأن المتدينة أرعى لحقوق الله وحقوق الزوج والأولاد والبيت، وليس معنى ذلك برضو أن احنا نغفل باقي المعايير من الجمال والحسب والنسب. شكرا لك يا أستاذ كحلاوي، وشكرا لفعلي حضرتك. أستاذة نرمين هشام بتقول: صباح الخير على كل الموجودين في الاستوديو، ولازم اللي يختارني يكون شبهي وفاهم دماغي وفاهم تفكيري وطريقة كلامي، علشان لو احنا فاهمين بعض هنقدر نكمل بعض ونعدي كل حاجة واحنا سوا، انما لو مش فاهم طريقة دماغي وتفكيري يبقى للأسف مش هنقدر نعمل اي حاجة، لان هيكون في خلافات على حاجات بنعملها سوا انا ولا هو. صباحكم فل وسعادة. صباح الخير عليك يا نرمين، تاني بتفق معاكي. كمان الأستاذة شمس النهار بتقول: اختيار شريك الحياة حاجة مش سهلة خالص، وخصوصا مع الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم. المفروض ان احنا بنختار على اللي شبهنا في الثوابت، الدين، الاخلاق، المبادئ، التربيه، ويكون ايضا مكملنا في الصفات والهوايات علشان ما تكونش باقي الحياه حياه ممله. وعموما الزواج في الزواج التوفيق دايما بيكون من ربنا سبحانه وتعالى. شكرا ليك يا استاذه شمس وتحياتي لحضرتك. أستاذة فاطمة أبو المجد بتقول: أكيد يكون شبهي في المعاملة والتفكير والتفاهم في فترة الخطوبة، يبقى كل حاجة حلوة، وبعدين بتحوله بعد الجواز مما يؤدي إلى الطلاق في أغلب الأحيان. لا والله، يعني عارفة في الوقت كله مع الوقت كله بيبان. هو لازم النية تبقى صافية والدنيا يعني هو بيقول الأساس الجواز المودة والرحمة، لازم صح. يبقى فيه، ما ينفعش حد كل واحد يقف للواحد على التاني، لا ده لازم الدنيا تمشي يعني. صح. محمد عصام التهامي بيقول: والله المفروض ندور على الزوجة الصالحة اللي تكملك واللي تفهمك واللي تحبها واللي تكون شريكة حياتك واللي تأخذ بإيدك وتمضوا معا إلى الجنة، وفي الآخر النصيب والقدر هم اللي بيبقى ليهم الحكم، أنت عليك أنك بتدعي ربنا أن يرزقك الزوجة الصالحة، وربنا إن شاء الله يعني يقبل هذا الدعاء. شكرا لك. استاذه معير خالد بقى بتقول ايه حكم، بتقول ايه؟ والله من وجهة نظري اللي يفهمني، لأن اللي يفهمني أكيد بيكملني. ما انا بقول لك السؤال السؤال ليه اكتر من انا نفس. يعني ايه التعليقات اللي ماشيه مع اجابتي بحبها. صح كده، هو عموما زي ما احنا يعني شايفين، هو التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الزواج في النهايه موده ورحمه، وفي النهايه يعني كل واحد بيعمل اللي عليه، وممكن يبقى هو فعلا عامل كل حاجه وتوفيق ربنا ما يتمش. دي حصلت وبتحصل وهتفضل تحصل لابد الابدين، لكن انت في النهايه انت بتعمل اللي عليك، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق، واحنا في الاخر بنعمل ايه زي ما بيقولوا، بناخد بالاسباب. صح كده؟ صح، ده حقيقي. صح كده. ويعني وزي ما كان استاذه ماير بتقول، او في حد تاني كان بيقول، انه يعني ندي لبعض كده فتره نعرف فيها بعض، مش فتره كبيره يعني، حتى لو 3 شهور فتره كفايه انك حتى تعرفي اللي قدامك طريقه اكله بتعصبك ولا لا. الحاجات الصغيره، التفاصيل الصغيره قوي دي اللي ممكن بعد الجواز تعمل ايه، تكبر حاجات كبيره. على كل حال ده لسه سؤالنا، مستمرين في استعراض اجابات حضراتكم في خلال الحلقه النهارده، موجودين لغايه الساعه 10 هنناقش بعض في هذا الموضوع بالتحديد. لكن دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع من بعده نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا.